شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب اصول الكافي تحت عنوان ان الائمه عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله عز وجل وامر منه لا يتجاوزونه. الائمة عليهم الصلاة والسلام معصومون فاعمالهم جميعا صحيحة ومتطابقة للواقع ولا يعملون ولم يعملوا تلك الاعمال الا بامر من الله سبحانه وتعالى. كما ان رسول الله صلى الله عليه واله معصوم وكانت اعماله وخطواته بوحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واذا وجدنا في الظاهر تفاوتا في اسلوب تعامل الائمه فانما ذلك بامر من الله لمصلحه ولتفاوت الظروف حتى رسول الله صلى الله عليه واله حينما نلاحظ كيفيه تعامله في مكه مع كيفيه تعامله في المدينه نرى فرقه وليس ذلك الفرق الا لاختلاف الظروف والا اعمال رسول الله في مكه كانت بامر من الله وهي صائبة وأعماله في المدينة أيضا كانت بأمر من الله وهي صائبة. الله سبحانه وتعالى في مكة لم يأذن لرسوله بالجهاد ولا للمؤمنين. لكن في المدينة أذن بذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في مكة قيل لهم كفوا أيديكم لا جهاد، لماذا؟ لأنه لم تكن في تلك المرحلة المصلحة في الجهاد، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع الجهاد في مكة، لكن في المدينة لما قويت شوكة المسلمين بإسلام أهل المدينة، نزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ورسول الله صلى الله عليه واله في بدر جاهد الكفار. لكن في الحديبية صالحهم. لماذا صالحهم؟ مع أن الكفار هم بأنفسهم كانوا كانوا مشركي مكة في بدر جاهدهم وفي الحديبية صالحهم، لماذا؟ لأنه في بدر كانت المصلحة في الجهاد فجاهد، ولكن في الحديبية كانت المصلحة في الصلح، لأن في الصلح كان الفتح المبين، ونزلت هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحًا مبينا. هذا الفتح المبين كان بسبب صلح الحديبيه يعني الرسول بعد صلح الحديبيه بسنتين فتح مكه وهذا كان نتيجه الصلح ولو كان في السنه السادسه من الهجره يهاجم اهل مكه كان هناك الفتح يكون بشكل اصعب مع دماء اكثر على كل حال كل خطوات رسول الله كانت بامر من الله سبحانه وتعالى، ولا تناقض فيها لان المصلحه في كل ظرف تقتضي العمل بكيفيه خاصه. وهكذا الائمه عليهم الصلاه والسلام، كل واحد منهم انما سار في حياته بسيره معينه بامر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر كان بوصية مكتوبة نزلت من السماء المكتوب الوحيد الذي نزل من السماء على رسول الله كانت هذه الوصية، لأن طريقة الوحي إلى الرسول صلى الله عليه واله مختلفة تارة بإرسال جبرائيل وتارة أخرى بالوحي مباشرة وفي المعراج الله سبحانه وتعالى كلم رسوله محمدا صلى الله عليه واله بخلق الصوت مباشرة. في الارض الذي كلمه الله مباشرة بخلق الصوت كان موسى عليه السلام. ولم يكلم الله سبحانه وتعالى غيره عن طريق خلق الصوت في الارض. بالنسبة إلى الرسول محمد في المعراج حينما كان في السماء الله سبحانه وتعالى كلمه مباشره بخلق الصوت هذه الطرق للوحي بخلق الصوت في المعراج او بالوحي مباشره او بالوحي عن طريق الملك ولم يكن في الوحي كتاب اطلاقا الا الوصيه هذه الوصيه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله تبين تكليف الأئمة واحدا بعد واحد. وهذه الوصية كانت مختومة بعدة ختومات. فالرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى سلمها لأمير المؤمنين علي عليه السلام فأمير المؤمنين فتح الختم الأول الذي يبين الله سبحانه وتعالى فيه تكليف أمير المؤمنين عليه السلام من بعد رسول الله إلى حين استشهاده تقريبا ثلاثين سنة ولذا كل تصرفات أمير المؤمنين في هذه الفترة كانت بامر من الله سبحانه وتعالى حسب هذه الوصيه. بعد الرسول صلى الله عليه واله امير المؤمنين صبر على رغم انهم اغتصبوا حقه وقتلوا زوجته فاطمه الزهراء سلام الله عليها وفعلوا وفعلوا لكن التكليف من الله سبحانه وتعالى كان كما كلف الله هارون عليه السلام من بعد ذهاب موسى إلى الطور. كيف إن هارون كان مكلفا بأن يبين للناس ولكن لا يجرد سيفه لكي لا يفرق بين بني إسرائيل، لأن موسى أوصاه بذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأمر من الله في هذه الفترة لم يجرد سيفه. وأنه سكت لا احتج عليهم وبين لهم الحج الحجج ولكن لم يجرد سيفه لأن تجريد السيف كان يسبب زوال الإسلام كانت تصير فتنة داخلية والمشركون متربصون فكانوا يهجمون ويقضوا على الإسلام ويقضون على الإسلام نهائيا فكانت المصلحة في الصبر فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبة واما شجاعه امير المؤمنين، نعم امير المؤمنين كان شجاعا وكان مستعدا للقتال حتى الموت، لكن الشجاعه انما تكون اذا كانت بحكمه، اذا لم تكن بحكمه فهي ليست شجاعه وانما هي هو تهور. الشجاعه انما تكون في امتثال امر الله سبحانه وتعالى. لا في تجريد السيف خلافا لامر رسول الله ولامر الله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا ان احدا في مكه من المسلمين حينما قيل لهم كفوا ايديكم هذا لو كان يجرد سيفه ويقاتل المشركين هل عمله كانت شجاعه؟ كلا كانت مخالفه لامر الله سبحانه وتعالى. والا حمزه سلام الله عليه وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام واخرون من المسلمين الشجعان كانوا في مكه ولم تنقصهم الشجاعه ولكن كانوا ينتظرون امر رسول الله بامر من الله سبحانه وتعالى قيل لهم كفوا ايديكم كفوا هم وسائر الناس من المسلمين في غزوه بدر قيل لهم جردوا سيوفكم فهؤلاء الشجعان جردوا سيوفهم اسأك بعض المنافقين قالوا ربنا لما كتبت عليقنا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب على كل حال هؤلاء كانوا البعض فالشجاعه هي العمل بمقتضى الحكمه ومن ذلك العمل باوامر الله سبحانه وتعالى امير المؤمنين في غزو في معركه صفين حينما كان جيشه على وشك الانتصار زين جيش معاوية بتدبير من عمرو بن العاص رفعوا القرائين على الرماح صار انشقاق في جيش يا أمير المؤمنين عشرين ألف واحد جردوا سيوفهم يا علي أجب إلى حكم الله أمير المؤمنين قال لهم أن هذه فتنة هؤلاء لا يريدون الاستجابة لحكم الله وإلا من الأول قبل أن يقتل أحد من الناس وقبل أن تبدأ المعركة كانوا يستجيبون لحكم الله إنما الآن هم في حالة هزيمة هذه خدعة ذول العشرين ألف الذين خرجوا على أمير المؤمنين لم يرضوا بذلك أمير المؤمنين كان يتمكن من أن يقاتل هؤلاء العشرين ألف له الشجاعة لكن مو من الحكمة يصير انشقاق داخل جيش أمير المؤمنين يقاتل بعضهم بعضا فيأتي أهل الشام ويقضون على جميعهم عن بكرة أبيهم. فلذلك أمير المؤمنين صبر بين الحق لم يسكت احتج لكنه صبر إلى أن الظروف صارت مواتيه فجاء الناس طائعين مبايعين له. حين ذاك حينما خرج أهل الجمل وخرج أهل صفين وخرج أهل النهروان قاتلهم. كل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية بعد ذلك سلم الوصية إلى الإمام الحسن فتح الختم الثاني تكليف الإمام الحسين الإمام الحسن عليه السلام أن جاهد ثم قعد لذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في الستة أشهر الأولى من بعد استشهاد امير المؤمنين هيأ الجيوش وجاهد لكن بعد ذلك لما خذله الناس وكان من مصلحه الدين ان يهادن معاويه فهادن فيما يعرف بصلح الحسن عليه السلام قام ثم قعد هذا كله كان بامر من الله فلما سم وقربت شهادته سلم الكتاب الى الامام الحسين عليه السلام الامام الحسين فتح الكتاب فيه اقعد ثم قاتل لذلك الامام الحسين حسين قعد في البدايه وقاتل في النهايه عكس الامام الحسن كل واحد بوظيفته التي عينها الله سبحانه وتعالى لما فيه في مصلحة الدين ولذا في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد مو الحديث يقول إن قام أحدهما وقعد الآخر لا إن قام كلاهما قام وإن قعد كلاهما قعد لكن الفرق أن الإمام الحسن الست الستة أشهر الأولى قام ثم ما يقارب من عشر سنوات قعد الإمام الحسين بالعكس ما يقارب من عشر سنوات قعد ثم في الست في السته اشهر الاخيره قام لان ذلك في مصلحه الدين. وهكذا اماما بعد امام وسنقرا في هذا الحديث بعض التفاصيل. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الوصيه نزلت من السماء على محمد صلى الله عليه واله كتابا هاي وصية الله سبحانه وتعالى أوصى بها الأئمة حصرا لأن وصايا الله قسميا أكو وصية عامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ذلكم وصاكم به هذه وصية عامة ووصية خاصة بل أئمة هذه الوصية الخاصة كانت في مكتوب ولم ينزل مكتوب من السماء على رسول الله محمد صلى الله عليه واله الا هذا المكتوب. لم ينزل على محمد صلى الله عليه واله كتاب مختوم الا الوصيه. لماذا مختوم؟ هذا نوع تشريف. هذا اولا. كل واحد حينما يحين الدور له يفتح الخاتم. ويقرأ ما بذلك. فقال جبرائيل يا محمد، الواسطة في إنزال هذا الكتاب المختوم، كان جبرائيل عليه السلام. يا محمد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك. يعني هذه الوصية في كيفية تعامل أهل البيت مع الأمة. كما الآن نقرأ في الحديث وكما بينا كيفية تعاملهم مع الأمة. أما تكليفهم الشخصي بالنسبة إلى أنفسهم هذا كان معين معلوم واضح. الأحكام العامة لجميع المسلمين هي أيضا تشملهم. الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله. هذه أحكام عامة تشمل الرسول وغير الرسول حتى إذا علت إصدار ذلك الحكم لم تكن فيهم أكو في الحديث الشريف سألوا أمير المؤمنين الميت عندما يغسل لماذا يغسل الميت؟ لأن بالموت وبرد الجسم الميت ينجس فبالغسل يطهر الجسم زين هذه الحكمة لا تجري في رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر مطهر حيا وميتا في الموت لم ينجس جسمه لماذا غسلتموه الجواب لجريان السنة هذا الحكم واجب حتى على رسول الله ولو أن حكمة الحكم لم تجري فيه لكن حينما الحكم يصدر يصدر للكل الصلاة واجب على الرسول نعم الصوم واجب عليه نعم وهكذا المحرمات محرمة على الأئمة وعلى الرسول اشتراك في التكليف بين جميع المسلمين بما فيهم الرسول والأئمة، نعم هناك بعض الأحكام الخاصة برسول الله استثنائية لمصلحة أهم مثل أنه كان يتمكن من الزواج بأكثر من أربع وجوب صلاة الليل وقبل حلقات بينا بعض هذه الأحكام هذه استثنائيات وإلا القاعدة العامة الاشتراك اما كيف يتعاملون مع الامه هذا حكم خاص بهم لذا نزل من السماء في كيفيه التعامل فقال رسول الله اي اهل بيتي يعني عند اي اهل البيت كلمه اهل البيت فيها اصطلاح قراني حينما استعملت في ايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. هذه دلت روايات الخاصه روايات الخاصه والعامه ان اهل البيت في هذه الآيه هم الخمسه اصحاب الكساء الرسول وامير المؤمنين عليه السلام والامام الحسن والامام الحسين وفاطمه الزهراء ودخل فيهم الائمه بدليل اخر. فزواجات الرسول ليسوا من أهل البيت وهذا ما روته العامة في كتبهم أن أم سلمة أرادت أن تدخل تحت الكساء فالرسول قال لها مكانك وإنك على خير أنت مو من أهل البيت بهذا المعنى اللي في آية التطهير الآية التي تدل على العصمة وقد بينا تفصيل ذلك فيما مضى وعادة البيت في هذه الكلمة المصطلح يأتي بأل بدون إضافة وقد تستعمل هذه الكلمة في أقرباء الرسول شوية في تعميم هذا اصطلاح ثاني فلذا يدخل حسب الاصطلاح الثاني حمزة عليه السلام عم الرسول ويدخل جعفر عليه السلام أخو أمير المؤمنين ويدخل فيها السيده زينب والمحسن والسيده ام كلثوم هذا بالاصطلاح اللي هو الاصطلاح الثاني اللي هو الاصطلاح الاعم وعاده يستعمل هذا كلمه بيت هنا بدون أل مع اضافه الى الضمير اهل بيت الرسول اهل بيتي مثلا هذا في غير ايات التطهير لذا الرسول سال اي اهل بيتي يا جبرائيل قال نجيب الله منهم وذريته، يعني الذي اصطفاه الله. الاصطفاء خاص بالانبياء ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. والائمه عليهم الصلاه والسلام في سوره فاطر: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني بعد الرسول علم الكتاب أورثناه لمن؟ ثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العباد الله اصطفى منهم، لكن العباد على ثلاثة أقسام. فمنهم ظالم يعني من العباد ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يعني الإنسان المؤمن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله اللي هو الإمام. الذي اصطفاه يعني العباد ثلاثه اقسام ظالم لنفسه يدخل فيه الكفار والمنافقون والفساق ومقتصد من العباد من هو مقتصد يعني المؤمن وسابق بالخيرات باذن الله اللي هو سابق بالخيرات المعصوم يعني الامام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء العباد اصطفى السابقين ولذا اورثهم علم الكتاب اما نص الكتاب فهو موجود بيد الجميع من مؤمن وكافر ومنافق الان القران بين الدفتين تجده في كل مكان وليس معنى ان هذا الكتاب نحن اوصلناه بعد الرسول الى الناس وهؤلاء مصطفين لا الان بيد الكفار ايضا موجود القران مع انهم ليسوا بمصطفين بيد المنافقين موجود بيد الفساق موجود بيد المؤمنين موجود وليس هؤلاء من الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى الاصطفاء خاص فلذا حينما يسأل أي أهل بيتي يعني عند أي أهل بيتي قال نجيب الله منهم النجيب شنو هو النجيب انتجب فلانا استخلصه واصطفاه وذريته الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليرثك علم النبوة كما ورثه ابراهيم. ابراهيم عليه السلام ورث علم النبوة إلى ذريته، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. ابراهيم ورث علم النبوة والنبوة إلى إسماعيل وإلى إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن بعد يوسف ومن بعد موسى وهارون وآلاف من الأنبياء في بني إسرائيل في بعض الروايات ثمانية آلاف نبي في بني إسرائيل كان كما أن إبراهيم أورث النبوة وعلم النبوة لذريته كذلك أورث محمد صلى الله عليه واله علم النبوة، لأنه ماكو نبوة بعد الرسول. الرسول ورث علم النبوة لمن؟ وميراثه لعلي عليه السلام وذريتك من صلبه. الفرق أن ذرية إبراهيم من صلب إبراهيم. إسماعيل ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم. أما الأئمة هؤلاء من صلب علي عليه السلام هم من ذرية رسول الله عن طريق فاطمة سلام الله عليها كما أن عيسى من ذرية إبراهيم ومن ذريته يذكر الأنبياء وعيسى مع أنه لم يكن له أب وإنما عن طريق أمه مريم صار من ذرية إبراهيم وكذلك في آية المباهله، ندعو أبناءنا هؤلاء ذرية الرسول لكن من صلب علي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق: وكان عليها خواتيم. قال: ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها، يعني لما في الوصية، عمل بها بحذافيرها. ثم فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر. به فيها، فلما توفي الحسن يعني مات مسموما، لأن الوفاة بمعنى القبض كاملة، لذا للذي يموت حتف انفه يقال توفي، وللذي قُتل يقال توفي، وللذي مات مسموما يقال توفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين عليه السلام الخاتم الثالث فوجد فيها ان قاتل فاقتل وتقتل، الايه الشريفه شنو تقول؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. المجاهد يقتل ويقتل ان قاتل فاقتل وتقتل. واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم الا معك. هذا لبيان منزلة أصحاب الإمام الحسين، يعني في هذه الوصية لم يذكر أصحاب سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وإنما ذكر فقط أصحاب الإمام الحسين، وفي ذلك بيان لمنزلتهم بحيث أن في الوصية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ذكروا واخرج باقوام للشهادة لا شهادة لهم الا معك. فلذا هذا الحديث وغيره يدل على ان اصحاب الامام الحسين الامام الحسين عليه السلام الذين قتلوا معه هؤلاء افضل من اصحاب سائر الائمة عليهم الصلاة والسلام. اخرج باقوام للشهادة هذه اللام لام العاقبة يعني عاقبتهم الشهادة. قال ففعل، فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام، فترة الإمام زين العابدين كانت فترة شدة بطش بني أمية، من بعد استشهاد الإمام الحسين إلى سنة 95 حيث استشهاد الإمام زين العابدين، تقريبا 34 سنة، بنو أمية كانوا قد أزاحوا جميع المنافسين، أزاحوا أصحاب الحق. اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ازاحوا عبد الله بن الزبير ازاحوا كل واحد من المنافسين واستحكمت قوائمهم ومخالبهم في جسد الامه الاسلاميه وفتره بطش وابرهاب كانت هذه الفتره لا مثيل لها في تاريخ الاسلام في هذه الفتره وقعت وقعت الحرة حيث أبيحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل فيها آلاف من الناس فيهم مئة من أصحاب رسول الله وانتهكت الحرمات وفي هذه الفترة رجمت الكعبة بالمنجنيق وبالنار حتى أحرقت الكعبة في زمان يزيد بن معاوية وبعد ذلك في زمان عبد الملك بن مروان وفي زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي كان والي عبد الملك على العراق وغير ذلك من مآسي حدثت في هذه الفتره وظيفه الامام زين العابدين كانت الصمت وانما حفظ الدين وتربيه حمله الدين للمستقبل. فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها ان اصمت وأطرق لما حجب العلم أو لما حجب العلم هذه فترة بطش وإرهاب وفترة حجب العلم الناس بسبب بني أمية وتزويراتهم وافتراءاتهم لم يكونوا يعلموا هذه مقدمة إلى زمان الإمام الباقر حيث أن الإمام الباقر بقر العلم بقر أما سائر الوصية فسنتلوها عليكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين